آيات روايات أحاديث كلها تنقل لنا لقطات من حديث رجعة أئمتنا. عنواننا السادس رجعة الأئمة، إنها رجعة ملوكنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي السياق نفسه، إنها الآية الحادية والثمانون: مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة، مثلما أقول في المقدمة بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين. من هم؟ مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء، لأنهم يشربون من نفس الكنيف. الكنيف هو بالوعة المراحيض، يشربون من نفس الكنيف، من نفس العيون القذرة الكدرة التي حذرنا منها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه فهذه هي العيون الصافية التي وجهنا إليها، التي تجري بأمر ربها بلا انقطاع، هكذا وصفها هو، هذا كلامه، كلام سيد الأوصياء. وجهنا إلى العيون الصافية التي تجري بأمر ربها بلا انقطاع، هذه هي العيون الصافية، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. على هذا بايعنا محمدا وعليا، وقبلهما بايعنا الله. على أي شيء بايعنا؟ على أن نأخذ الحقائق، وأن نأخذ الدين، وأن نأخذ العقائد، وأن نأخذ التفسير، وأن نأخذ الفتاوى من علي وآل علي فقط وفقط، لا كما يفعل مراجع النجف وكربلاء. لقد فعلوا ذلك وشطوا بعيدا عن المنهج الذي يريده آل محمد بالضبط، مثلما قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة: الحال أسوأ في زماننا، أسوأ بكثير، تريليونات المرات أسوأ، مراجع اليوم أسوأ من مراجع الأمس بتريليونات المرات. صاحب الأمر يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم، جنح ماله واتجه، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن المنهج الذي يريده آل محمد بالضبط، مثلما قال إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة سنة 410 للهجرة: الحال أسوأ في زماننا، أسوأ بكثير، تريليونات المرات أسوأ، مراجع اليوم أسوأ من مراجع الأمس بتريليونات المرات. صاحب الأمر يخاطب أكثر
مراجع الشيعة آنذاك في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم، جنح ماله واتجه، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن ذلك الكنيف القذر الذي تراكضوا إليه، ولا زالوا يأكلون ويشربون من ذلك الكنيف القذر، وقد هجروا تلك العيون الصافية. مذ جنح كثير منكم، الخطاب إلى مراجع الشيعة، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا هؤلاء أكثر المراجع، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. أي عهد؟ عهد بيعة الغدير، عهد إمامة الحجة ابن الحسن الذي هو بعينه عهد بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شياطين، خبثاء، حقراء، كأنهم لا يعلمون. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خلصوا أنفسكم من هؤلاء، من هؤلاء الخونة الذين خانوا العهود والمواثيق. هذا ما هو كلامي، هذا كلام إمام زمانكم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. تبحثون عن مصدر لهذه الرسائل، عودوا إلى كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني، في نهاية الجزء الثاني للطبرسي، وعودوا إلى بحار الأنوار، عودوا إلى بحار الأنوار، إلى مجموعة التوقيعات، عودوا إلى الكتب التي ذكرت التوقيعات والرسائل. على أي حال، أعود إلى الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآية بعد البرنامج وتتدبروا فيها. الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران، انتبهوا للآية بدقة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ميثاق النبيين يعني جميع النبيين، هذا جمع مذكر سالم معرف بالألف واللام، والعبارة واضحة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ما هو هذا الميثاق؟ ميثاق على الأنبياء، الله أخذه. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي وميثاقي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي ميثاق هذا؟ ميثاق شديد على جميع الأنبياء. أعيد قراءة الآية. وإذ أخذ الله، الله أخذ الميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أخذ عليهم الميثاق متى؟ حينما جعلهم أنبياء. فهذا الميثاق هو أصل نبوتهم. انتبهوا للآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين متى؟
لما آتيتكم من كتاب وحكمة. حينما آتيتكم الكتاب والحكمة، إنها النبوة، إنها الرسالة، رسالة المرسلين، نبوة النبيين، لكن التعبير جاء بالنبيين باعتبار أن جميع الرسل أنبياء، لكن ليس كل الأنبياء رسل، فجميعهم أنبياء. الحديث عن جميع المرسلين والنبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، متى؟ حينما جعلهم رسلا، حينما جعلهم أنبياء. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، بعد أن أصبحتم رسلا وأنبياء، جاءكم رسول مهيمن عليكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ولكنه مهيمن، هو يصدق ما عندكم ولكنه يهيمن. جاءكم رسول إليكم من قبلي، رسول إلى الرسل وإلى الأنبياء، ثم جاءكم رسول، الخطاب مع الأنبياء، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ما هو الميثاق؟ لتؤمنن به، لام توكيد ونون توكيد مثقلة، هذه لام التوكيد وهذه نون التوكيد المثقلة. لتؤمنن به ولتنصرنه، وأيضا لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة، في بداية الفعل لام التوكيد وفي نهاية الفعل نون التوكيد المثقلة وليست المخففة. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، هذا هو ميثاقي، إصري ميثاقي الشديد، إصري ميثاقي الشديد الأكيد. قالوا أقررنا، وبعد الإقرار أشهدهم، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. متى سيكون هذا؟ سيكون هذا في الرجعة، وإلا متى كان الأنبياء، متى كان الرسل جميعا موجودين في الأرض وبعث الله إليهم رسولا من قبله وأخذ عليهم العهود والمواثيق في مرحلة جعلهم رسلا وأنبياء أن ينصروه، متى نصروا؟ إذا كانت القضية بحدود الإمكان، إذا كانوا موجودين، فلماذا هذا التأكيد؟ ولماذا هذا التشديد؟ ولماذا هذا الإقرار؟ ولماذا هذا الإشهاد؟ لأن القضية لابد أن تتحقق، هذا هو منطق الآية. سأقرأ الآية مرة أخرى عليكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ميثاق الأكيد، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا بعد الإقرار إشهاد، وهم أنبياء وهم رسل، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، وهو شاهد عليهم. هذه الرجعة، لأن الأنبياء جميعا سيعودون. من محض الإيمان، من محض الكفر، الأنبياء سادة الذين محضوا الإيمان. الذين محضوا الإيمان، هذا العنوان ينطبق على كثير من المؤمنين الذين سيعودون. الأنبياء سادتهم، أو أن هذا العنوان لا ينطبق حقيقة إلا على الأنبياء، انطباقه على غيرهم يأتي تجوزا ومسامحة. ف
فهذه الآية تتحدث عن عصر الرجعة العظيمة، أمير المؤمنين تحدث عنها وقال ما قال سيد الأوصياء. سأقرأ عليكم مما قاله سيد الأوصياء بهذا الخصوص، لكنني أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الآية كي تتدبروا فيها بعد البرنامج. هذه هي الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. كلام مفصل أقرأه عليكم من مختصر بصائر الدرجات، الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 130، رقم الحديث 102، بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن أمير المؤمنين. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ سأقرأ جانبا من كلامه، فحديثه حديث طويل. سيد الأوصياء هكذا يقول: وأخذ، من الذي أخذ؟ الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في الآية، قرآنهم حديثهم واحد. إنها العيون الصافية، ألا لعنة على الكنيف القذر الذي يأكل ويشرب منه مراجع النجف، إنه كنيف النواصب. هذه العيون الصافية. وأخذ، أخذ الله ميثاق الأنبياء بأي شيء؟ بالإيمان والنصرة لنا. إيمان الأنبياء هو نبوتهم، أما النصرة فهي التي أخذت في الميثاق وفي العهد المغلظ والمشدد عليهم، مثلما تحدثت الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل. أمير المؤمنين يشير إلى هذه الآية: وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان، إيمانهم نبوتهم، بالإيمان والنصرة لنا. ونبوتهم لا تتحقق إلا بالإيمان بمحمد وعلي. ما هي أحاديثهم تقول: ما بعث نبي إلا بنبوة محمد وعلي والأئمة من بعده. وأخذ، أخذ الله ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قوله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. ماذا قالت الآية؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. الآية هي الآية. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني لتؤمنن بمحمد ولتنصرن وصيه وسينصرونه جميعا. وإن الله أخذ ميثاقي مع ميثاقي محمد بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمدا وجاهدت بين يديه
وقتلت عدوه ووفيت لله بما أخذ علي من الميثاق والعهد والنصرة لمحمد، ولم ينصرني أحد من أنبياء الله ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه، فإنهم قد عاشوا وكانوا قبلي وسوف ينصرونني، ويكون لي ما بين مشرقها إلى مغربها. متى؟ في الدولة العلوية الكبرى. وليبعثنهم الله أحياء من آدم إلى محمد، من آدم إلى محمد، كل نبي مرسل يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعا. المراد من الثقلين الجن والإنس، يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء، الأموات الذين سيعودون في الرجعة، والأحياء الذين هم من أهل ذلك الزمان، من أهل الدنيا، الذين لم يموتوا الموتة الأولى. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات هذه الرجعة العجيبة. الرجعة العجيبة هي رجعة الناس من غير أهل البيت، أما رجعتهم فهي الرجعة العظيمة. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء، يلبون زمرة زمرة، يتحدث عن الرجعة للناس في العصر القائمي الأول، وهذا الأمر سيتكرر، من أن الأموات سيخرجون في زمان الأئمة زمرا زمرا يلبون بالتلبية، لكن الإمام يتحدث هنا عن رجعة الأموات في العصر القائمي الأول. فيا عجباه، وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء، يلبون زمرة زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله، قد انطلقوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم، ليضربون بها هام الكفرة، إنهم أهل الكوفة أهل النجف، ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم. من هم جبابرته؟ النجف، إنهم مراجع النجف. ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، ممن سيعودون من الأموات من شيعة المراجع. ما أنا حدثتكم في الحلقة الماضية من أنه ما بين جمادى ورجب سيخرج الأموات من القبور من الخيرين والشريرين، من مقابر النجف. مقابر النجف هل يدفن فيها المسيحيون منذ بداياتها؟ منذ بداياتها يعني منذ زمان أمير المؤمنين، هل يدفن فيها المسيحيون أم يدفن فيها النواصب؟ الذين يدفنون في النجف هم الذين يقولون نحن شيعة، وفي الحقيقة هم شيعة المراجع. منذ سنة 329 للهجرة
والشيعة في العراق وفي غير العراق ما هم بشيعة علي وآل علي، إنهم شيعة مراجع الشيعة. فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة بالتلبية، صاحب الزمان يستنصر بهؤلاء الأموات من المؤمنين الذين محضوا الإيمان، يستنصر بهم، لأن الأحياء من الشيعة ما هم بشيعة علي وآل علي، هم شيعة مراجع النجف، هم شيعة دين التنزيل الذين قاتلهم علي على التأويل، ولا زال علي يقاتلهم، لا زال علي يقاتلهم عقائديا، يقاتلهم عقائديا في خطبه، في زياراته، في أدعيته. فالقتال في هذا الزمان قتال فكري، قتال ثقافي، قتال إعلامي، عبر أشياعه الذين ينقلون حديثه، ينقلون ثقافته، ينقلون فكره. فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة بالتلبية، لبيك لبيك يا داعي الله، قد انطلقوا بسكك الكوفة، قد شهروا سيوفهم على عواتقهم، ليضربون بها هام الكفرة وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين، حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحدا في عبادتي، ليس عندهم تقية. وهذا سيتحقق في العصر القائمي الأول قطعا، التأويل الأعظم في الدولة المحمدية العظمى. ويستمر الأمير فيقول: وإن لي الكرة بعد الكرة. نحن في العنوان السادس رجعة الأئمة، وقلت لكم لعلي رجعة ورجعة. وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات، وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره، العيبة الخزانة التي تحفظ فيها الأشياء الثمينة جدا، خزانة صغيرة هي العيبة، خزانة عزيزة للأشياء الثمينة جدا. وأنا قرن من حديد، وأنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا أمين الله وخازنه وعيبة سره وحجابه ووجهه وصراطه وميزانه، وأنا الحاشر إلى الله، وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع،
أو قد تقرأ وأنا كلمة الله التي يجمع الله بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وسأعود إليها حينما نتحدث عن كسر عالم الكرة، عن كسر الحقائق كي تعود الأجناس إلى أجناسها. وأنا كلمة الله التي يجمع بها المفترق ويفرق بها المجتمع، وأنا أسماء الله الحسنى وأمثاله العليا وآياته الكبرى، وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا هو ملكهم، ملكهم العظيم، ملك الجنة وملك الكرة. وأنا صاحب الجنة والنار، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإلي تزويج أهل الجنة، وإلي عذاب أهل النار، وإلي إياب الخلق جميعا، وأنا الإياب الذي يؤوب إليه كل شيء بعد الفناء، وإلي حساب الخلق جميعا. ويستمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ويقول ويقول، وهذا هو علي القول، وهذا هو قول علي، وقول علي هو علي القول. صار وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أودعكم.